الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له. أما بعد، فيقول صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم محمد رسول الله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدعو بنضارة الوجه يوم القيامة لمن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وأداه كما سمعه. ويقول عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة عند الله ليست بالمال، وليست بالشكل والصورة، وليست باللون، وليست فقط بالنسب، إنما العبرة بالتزام الشرع، العبرة بتقوى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث في قرية القوي يأكل فيها الضعيف، والغني يأكل فيها الفقير، ويمتاز الناس بالأنساب، يقولون هذا من هاشم، وهذا من عدي، وهذا من تيم، وهذا من تغلب، وهذا يمني، وهذا عبد، وهذا سيد، وهذا ذو مال، وهذا لا مال له. فجاء صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من دعا إلى عصبية. فوضع عصبية المال والنسب، وجعل بينهم عصبية الدين. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم التيمي والعدوي والهاشمي والتغلبي والعدناني والقحطاني والفارسي والعربي والحبشي، يقاتل أحيانا أحدهم أباه في الجيش الآخر، ويقاتل أحيانا أخاه، ويقاتل ولده، ويقاتل سيده، لأجل أي شيء؟ لأجل الدين. شو اللي جمعهم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق حين جاءت إليه الأحزاب تريد أن تنتزع بيضة الإسلام، تريد أن تهدم الدين، هيك إجوا أول شيء. قريش معها غطفان ومعها أسد ومعها القبائل، أتوا ليقتلوا محمدا ومن معه، ليبيدوا الدين بزعمهم. فأشار إليه الرجل الفارسي الذي لم يكن عربيا، سلمان رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، كنا في فارس إذا احتدمت المعركة نجعل بيننا وبين العدو خندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذه الفكرة، فحفر الخندق مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فبعد أن انتهوا من حفر الخندق، قال المعشر المهاجرين، قالوا: سلمان منا معشر المهاجرين، إني عرب، هو فارسي، وكان في فارس عبدا مملوكا. قالوا: سلمان منا معشر المهاجرين. فقال الأنصار: بل سلمان منا معاشر الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان معه الحبشي بلال الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الجنة تشتاق لثلاثة. الله أكبر، من اللي هون؟ بلال وعلي وعمار. بلال ذو البشرة السوداء السمراء، الحبشي العبد ابن الأمة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من سادات المسلمين.
النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يقول البراء بن عازب: خرجت لنا صخرة عظيمة لا تتناولها المعاول، عم يضربوها وما عم تنكسر. فجاء صلى الله عليه وسلم صلى الله وضربها ضربة وقال: الله أكبر، قد فتحت لي المدائن، وإني والله لأرى مدائنها البيض من مكاني هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربت ضربة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، وإني لأرى صنعاء من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، قد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكاني هذا. والشاهد والسؤال: من الذي فتح هذه البلاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ العرب. عندما كانوا في الجاهلية يتقاتلون وتأخذهم العصبية، هذا تيمي وهذا عدوي وهذا قرشي وهذا من أسد وهذا من تغلب وهذا من ربيعة، كانوا يعقلون الإبل ويتقاتلون، يعدو كبيرهم على صغيرهم. فلما اتحدوا وصاروا قوة واحدة تحت راية الإسلام، صاروا أمة كتلك الأمم، فهزموا فارس بقوتها وهزموا الروم بجيشها. بشو؟ بالوحدة، بالوحدة تحت راية الإسلام. وليس فقط العرب الذين لهم في هذا الدين، سأذكر لكم قصة. كان شاب يتلقى العلم عند شيخه وهو ليس من العرب. هذا الشاب أراد الزواج من ابنة هذا الشيخ، فهذا الشيخ رفض، أبى، ما قبل. فجاء في يوم من الأيام وقص عليه رؤية. الشاب اجى عم بيقول له شيخه رؤية. شو هي هذه الرؤية؟ شاف أن شجرة نبتت من ظهره وخرجت أغصانها إلى كل الأرض. فهذا الشيخ شيخ لهذا الشاب أول له هذه الرؤية، قال له: يخرج من صلبك أناس يذبون عن الدين ويحمون هذا الدين، وتنتشر دولتهم في شرق الأرض وغربها. وكان من سلالته من قيل فيه: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محمد الفاتح وجده الذي أتكلم عنه عثمان الأول رضي الله تعالى عنهما، فهذا تركي ليس بعربي. لا فضل لعربي على أعجمي إلا التقوى. العبرة عند الله تعالى بالتقوى وليس بالنسب. لو كنت أنت عربي، تذكر أن يوم القيامة من العرب من سيهوي في النار. ولو كنت تركيا، تذكر أن من الأتراك من سيهوي في النار. ولو كنت كرديا كذلك الأمر. ومن الأكراد من دافع عن الدين ونصر الله تعالى بهم الدين. يوجد رجل أبى أن يتزوج، ما كان بده يتزوج حتى يجد امرأة ينجب منها من يحرر بيت المقدس. فتزوج من امرأة وأنجب منها فتى صغيرا كان يلعب مع الأولاد ويلهو في صغره. فجاء الأب هذا الطيب الصالح واحتمل هذا الطفل وقال له: ما لهذا أنجبتك؟ إنما لتحرر بيت المقدس. فنزلت هذه الكلمات في قلب الفتى، فصار همه أن يحرر بيت المقدس. ومن هو؟ صلاح الدين، اللي هو شو؟ كردي، ليس من العرب إنما من الأكراد. الله تعالى دافع عن هذا الدين بهذا الرجل الكردي. ابن الصلاح العالم الفقيه الزاهد الشافعي المحدث، هذا الرجل الذي في سوريا دفن، كان بدهم يعملوا طريق وكان مدفونا في مقبرة، فشقوا هذه المقبرة وأرادوا أن يفعلوا هذا الطريق. أخرج جسده بعد 800 سنة فإذا به لم يبنى، لحيته لم تنتتف. دافع عن الدين دفاعا عظيما ونصر الله به السنة، نصر الله به مذهب الشافعية، وكان كرديا.
فليس منا من دعا إلى عصبية، وإنما لنسمع في هذه الأيام من يقول هذا سوري وهذا لبناني وهذا خليجي وهذا إيراني وهذا هندي، ويتعالون ليش بدهم هيك يقولون، ليش بدنا نشتغل بهذا الشيء، ليش عم بيحطوا بنفوسنا هذا الكلام، حتى نصير لقمة سائغة. فإذا تفرقنا هان عليهم الاستفراد بكل مسلم على حدا. فالآن المسلمون يقتلون في بورما، وأحيانا بعض المسلمين لا يتأثر لهذا الأمر، بيفكر بس بحياته هون، ما بيفكر بهوليك المسلمين. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وما أكثرهم في العراق، وما أكثرهم في سوريا، وما أكثرهم في تركيا، وما أكثرهم في غيرها من البلاد. تذكر أن العبرة عند الله بالتقوى، وليست بالنسب، وليست بالمال، وليست بالعصبية. لا تكن ممن يهدم هذا الدين، لا تكن ممن وكأنه يحمل المعول ويهدم الدين. الله تعالى يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، آمين، ويختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وينفعنا بالأولياء والصالحين عربا وعجما، تركا وكردا ولبنانيين وغير ذلك. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان.